بسم الله، النهارده معانا شرح ازاي تتفرج على اي ماتش مباشر. النهارده معانا بقى، انا عملت شرح قبل كده ازاي يعني تتفرج على الحاجات دي ببرنامج. النهارده بقى من غير برنامج، اللي هتستعمله بس اليوتيوب مش اكتر ولا اقل. تقدر تتفرج على اي ماتش في العالم مباشر. هتخش على اليوتيوب، استنى، بعد كده تيجي على الشغله دي اهي، علامه النور دي تيجي عليها، يدوس عليها واهي حدث مباشر اهو، تدوس عليها. استنى، زي ما انتم شايفين معايا دي كمان، دي القنوات اللي في مصر حاليا، يعني اهو قناه الحياه ماتش الاهلي والزمالك هيتذاع النهارده. زي ما انتم شايفين معايا قنوات كتير اهو، لو في ماتش انجليزي بيتلعب هتلاقيه موجود. هنطلع مثلا نجرب قناه الحياه اهو، زي ما انتم شايفين معايا. معلش انا عندي النت بطيء يعني اهو، زي ما انتم شايفين معايا اهو القناه هنا. معلش انا موطي الصوت بس اهو، القناه هتشتغل معاك اهو مباشر. زي ما انتم شايفين معايا، لو النت عندك سريع مش هيقف الحكايه ديت. يعني ده كان شرحنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم. تنسوش اللايك، دعمونا بزرار السبسكرايب. زي ما انتم شايفين معايا يعني الفكره جميله جدا اهي، حبيت ان انا اشاركها معاكو. انا اي ماتش في العالم، اي ماتش في العالم تقدر تتفرج عليه زي كده. بس هي دي كانت فكرتنا النهارده، متنسوش اللايك وتدعمونا بزر السبسكرايب. كان معكم محمد من قناه مدة اليوتيوب، وعيد سعيد على كل الامه الاسلاميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.